الشاشة. منتخب جزر المالديف على يمين السادة المشاهدين أنور بطيبان. أنور بطيبان الذي يساعد المدرب غوران ماتاكوفيتش الصربي. نتمنى التوفيق مع غوران. هنا محاولة تقدم الآن. يا الله يا الله، أشكراني عبد العزيز أشكراني يسجل الهدف الثاني وبطريقة ذكية وجميلة جدا لأشكراني. عبد العزيز أشكراني لاحظ الرأسية من عبد الرحمن الفيرتشاوي إلى عبد العزيز أشكراني والهدف الجميل. يا سلام على عبد العزيز أشكراني، يا سلام على الهدف الثاني لهذا اللاعب المتميز عبد العزيز أشكراني نجم ولاعب نادي السلبية. لاحظ رأسية عبد الله صالح العصفور وانتهت إلى أشكراني. عبد العزيز أشكراني هدفين مقابل لا شيء في الدقيقة الخامسة من شوط المباراة الثاني. الكرة مرقولة وسط الملعب الآن، خطأ لصالح اللاعب عريف موسى أخطر لاعبي المنتخب منتخب جزر المالديف. هنا هدفين مقابل لا شيء، هدف الأول محمد خالد.